يقول ايه بولس الرسول؟ الجسد بتاعي ده مش عايز يموت. طب في حد ما يموتش؟ كلنا هنموت، بس انا بقى مش عايز يموت، نفسي بان مشتاق. الأنين دوت حاجة حلوة قوي عند ربنا. الإنسان اللي عنده الأنين ده يعني نوع من الصلاة كده، يشتاق للسماء وزهق كل الأرضيات، فيقول نفسي ما موتش، بس ألبس الجسد الروحاني التاني ويطلع للسماء على طول. هو لازم نموت يعني؟ ولكن يرجع لكلام يقول إيه؟ لهذا عينيه صنع للرب. ربنا هو اللي عمل كده، هو اللي عايز كده. وبعدين فلهذا اعطانا عربون الروح. دي بقى اللي احنا عايزين نتكلم عنها بنعمه ربنا. ربنا ادينا الميتين حلوين فيها حته صغيره دي، جميل قوي. ومناسبه ثوم الرسل نتكلم على روح القدس، لان احنا بنصوم الصيام ده مش للرسل، احنا بنصومه للروح اللي غرق الرسل. اول ما حل عليهم قعدوا طفقوا في كل البلاد يبشروا باسم المسيح. فجميل قوي يقول كده، هو بنفسه اللي اعطانا عربون الروح. عشان ايه بقى؟ انت عارفين واحد لما يكون بيعمل صفقة مع حد كبير شوية يقول له انا الصفقة ب10,000، دلوقتي 10,000 تساوي حاجة بسيطة، نعمل صفقة مثلا ب10 مليون. فال10 مليون دول يديله عربون قد ايه؟ مش قال لي مثلا 2 مليون ولا حاجة؟ لما يكون 10 مليون مش اقل من 2 مليون، دي صفقة بقى عشان تستاهل يعني العربون. فعايز اقول ربنا له المجد، الله اعطانا في العهد القديم عهدا، وجاء الابن يكرر وعدا. هيجي حل الروح القدس عليكم، والروح القدس جاء وسلمنا ختما. ايه ده بقى؟ كانها خطه من زمان، الله من زمان ادانا وعد، هيجي لك الروح. وجي الابن بدا معانا عهد افضل بطريقه افضل بعهد جديد ونسميه عهد جديد. جه بقى الروح راح يدينا الختم. الختم ده هو العربون. ختم بمعنى حاجه مش هتتغير تاني. ختم معناها حاجة أكيدة. ختم معناها مش ممكن إنسان يزور اللي أنا عملته. أنا قلت الإنسان يسكن فيه الروح يعني يسكن فيه الإنسان الروح. يشتغل بقى يعكسه قطية تبهدله، أنا قلت يسكن فيه الروح مش يتغير. عشان كده أول ما ننزل المعمودية نترشم بالميرون اتختمنا. يقول كده بولس الرسول، إن أمنتم ختمتم. إن أمنتم بالخلاص بالفداء بالمسيح المخلص بالقوة دي لا يسكن فعلا فيك الروح القدس، إن أمنت بالإيمان ده ختمتم، يعني خدت ختم ما عادش يتغير. هو دوت العربون. الآباء بصوا للختم ده ولقوه على جباه المؤمنين كأنه شعاع نار، كل ما يقرب منه الشيطان يفر. بلاحظها الناس الفاهمة يعني ساعة المعمودية، لأ الناس تقرب من المعمد وتبص راسه، تبص النار اللي هو خدها دي، أصل لسه زي الملاك بريء. فاتختم بختم نار، فالملائكة تشوف النار دي تفر تهرب من قدامه. واحد يقول لي
امال بقى اللي احنا بقى نتعك في الخطيه ونزحلق الشر نبعد عن ربنا طالما في ختم والشيطان بيهرب مننا؟ نقول له اصل احنا خدنا الختم وما تدربناش ازاي نستعمله. فاهمينها دي؟ يعني واحد مثلا خد ايه مثلا عنده موهبه يشبهها الاباء والعربون ده او الختم كان في العهد القديم، يعني يشبهوه في العهد القديم كانه رصيد في البنك بس لسه ما خدتش اذن للصرف. فخدنا اذن بالصرف اول ما نخش المعموديه مصروف ليك، تعامل مع الروح، خد المبلغ اللي انت عايزه، خد القوة اللي انت عايزها، خد المعرفة اللي انت تعرف تستحملها، بس خد خلاص الصدق اتفك. فبالظبط كده الختم ده او العربون هي قوة يقول عليها الاباء ختم لا ينفك، ختم بعهد، ختم يدين البنوة. بس احنا لسه ما تدربناش ازاي نستعمل هذا الختم. الناس الناصحه بقى الاباء الحلمين دول اول ما يعملوا ابنهم صحصحوا يفوقوا، دلوقتي خد نار فلازم نزود النار دي لاحسن تتفي، لاحسن يجي وقت من الاوقات الواد يسيب ربنا ولا يسيب الكنيسه فنقعد نزود النار. بوصي الاباء اللي بيعمله بقول له ازرع، عارف تزرع ازاي؟ يقعد يضحك يقول له اقول لك ازاي تزرع. تزرع ازاي؟ ازرع في ابني ازاي؟ لما احنا الاثنين نسمع كلام بعض نزرع في الطاعه، لما احنا الاثنين نقرا في الانجيل نزرع في القراءه والحب ربنا، لما نزرع احنا الاثنين نصلي مع بعض زرعنا في الصلاة والصلة بربنا، لما احنا الاثنين نعيش في طهارة وقداسة يطلع وقت طاهر وقديس. بقول له عرفت تزرع ازاي؟ الزراعة كده، مش الزراعة انك انت تفرح يا عيني يقعدوا سنين نفسنا نجيب عيل، ولما نجيب عيل نسيبه في الشارع ولا ما نسيبه مع الموبايل دلوقتي ضاعت الدنيا. لكن الانسان نسي العهد، نسي ازاي دي يسموها كده في المعمودية وزنة، اربح بيها اوعى تخسر بيها وزنة. فتخيلوا كده يا ريت كل انسان يبقى عنده معمد يفتكر اليوم الاول اللي هو اتعمد فيه. ياه انا من زمان مثلا، انا دلوقتي عندي مثلا 60 سنة، من 60 سنة خدت ختم، من 60 سنة خدت عربون. هل تفعلت بهذا العربون؟ هل هذا الختم مازال الشياطين يبصولي يهربوا مني ولا وقعوني؟ يبقى الختم اتطفى، بقى عليه ستارة سودة، بقى عليه خطية تحجبه، بقى الشيطان يقرب وفرحان. الختم اللي خده الشخص نفسه هو اللي حط عليه ستارة سودة عشان يديني فرصة أخش عكسه، فيبص الشيطان يبقى فرحان ضيعت منك النعمة والعطية. أعطانا عربون نقدر في أي وقت أي مكان نقرب من ربنا يبقى في صلة في اتصال. هنشبه الروح القدس زوى تشبيه بسيط قوي يمكن كلكم تحسوا قيمته. يعني ايه رأيكم اديت لواحد فيكم موبايل غالي جدا اغلى موبايل في العالم وحطيت فيه كل الامكانيات بس ما فيهوش شبكه، ياخده مني هيعمل بايه؟ حديده مش ليها لازمه. الروح القدس في الانسان بالظبط هو الشبكه اللي في اي مكان في اي وقت انا عايز فرصه تعالى، عايز اتكلم تعالى، عايز اقف معاك يلا بسرعه. فالروح القدس بالظبط عربون كانه شبكه في اي مكان تقدر تتصل بالله
تتعامل مع الله وتعرف الله وتحب الله. الروح القدس فينا بالظبط كده عربون، كل ما تفاعل بيه وسخنه وغذيه يشتعل يتقط يولع. لكن للأسف ضعفنا عدم معرفتنا وبهلنا يخلينا ننزل بالشبكة دي في حتة تحت الأرض عشان نمنع الشبكة. أنا بحب الخطية دي اتزحلقت فيها، أنا بحب الإدانة والنميمة، أنا بحب سيرة الناس وأتكلم عن الناس، أنا بحب أحكم على الناس، كأني بالظبط نزلت في حفرة عميقة حجبت الشبكة عني. ربنا يبصني مين يا ابني؟ مين بس كده؟ ده أنا مديك عطية جميلة جدا غالية قوي، عربون الروح. إن أمنتم ختمتم. طبعا احنا في المعمودية أمنا على إيمان أبائنا، فالمفروض أبائنا هم اللي عليهم الدور الأساسي. بقى يجي ربنا يحسبني أنت ليه ضيعت نص عمرك؟ أقول له مش أنا، أبويا وأمي ما عرفونيش سكتك ولا عرفوني الطريق بتاعك ولا عرفوني قيمة العربون اللي خدته منك. لكن لو كبرت بقى وفهمت وتعلمت يقول لي أديك اتعلمت تقصير الوالد أو الوالدة اتشال من عليك. ممكن نبدأ من جديد، ممكن نبدأ من جديد تفهم قيمة العطية والنعمة اللي خدتها وتجاهد وتستعد. يلا اتجدع، أنا ممكن أنسى لك كل اللي فات ونبدأ من جديد. عربون لا ينحل، ختم لا ينفك، بس أنت الواحد يتعامل معاه ويتفاعل بيه. ربنا يقدر بالعربون ده يغيره. الآباء لما وقفوا قدام نعمة ربنا دي وقالوا العربون دوت ربنا ادهولنا، عارفين ليه؟ ليه؟ علشان يعطشنا ليه، علشان يجوعنا ليه، علشان يجينا الخلود. واحد لم يعرف لأن خدت الروح، معقولة ربنا يديني روحه في الآخر أنزل التراب وأنتهي كده وخلص القصة؟ لا، ده بيديني الروح عشان يديني الخلود. بس أنا ما تفاعلتش مع الروح وضيعت مني الخلود انت خلص. بس أنا يوم ما اديتك الروح القدس العربون الختم ده كنت عايز أعطشك للبر، أجوعك بجسد دمي عشان تاكل وتشبع، أجوعك بالخلود والحياة الأبدية والحياة الملائكية، عايز أجوعك. فالعربون اللي أنا خدته ده دايما فينا بيئن، مثقلين نشتهي أنت نخلع هذا الجسد ونلبس الروحاني. ولكن هو صنعنا هذا بعينيه ليه؟ عشان نجاهد ونعطش أكتر ونجوع أكتر، نفكر في الخلود بطريقة أعمق. كل ما نعطش ونجوع ونفكر يتفاعل معايا الروح ويديني ويغيرني. لكن خدت العطية لكنتها في التراب، قول ذنبك على جنبك، أنا عملت اللي عليا. بقول للشباب الصغيرين، تعرفين لما الأب كده يلاقي ابنه شاطر وبيجيب معاه في المذاكرة يقول له عايزك تطلع دكتور، فاهم؟ يقول له حاضر يابا. بس لو قال له الكلام ده وقعد يغذيه بالكلام بس يطلع دكتور؟ لكن بيعمل ايه بقى؟ بيصرف عليه وكتب ومدرسين وناس مفسرين واكثر من مدرس عشان الواد عنده إمكانية، عنده إمكانية يبقى ذكي يطلع دكتور. فكل ما يغذيه الواد يتبسط بيه. لكن تخيلوا بقى لما يقعد الأب يزن على ابنه تطلع دكتور تذاكر، اديني فلوس مش معايا، اديني كتب ما اعرفش اجيب لك، هات لي مدرس ما اقدرش اساعدك. ها
هيبص له كده وبالعافية هطلع دكتور. عايز اقول لكم ربنا محب البشر ادانا الامكانيه وبيصرف علينا وادانا المعزي وعايزنا نطلع اعظم من دكاتره. الانسان اللي حامل الروح القدس، الانسان اللي بيتحرك بالروح القدس هو انسان غالي جدا على ربنا. يقولها بولس الرسول في كلمه جميله: الذين ينسقون بالروح القدس هم ابناء الله. الناس اللي بيحركهم الروح وينطقهم الروح دول ولاد ربنا. في عطيه اعظم كده لما نطلع احنا ولاد ربنا الروح يزقنا وينطقنا ويكلمنا ويهذبنا ويفهمنا ويرشدنا ويكون معانا، بس احنا مش فاهمين. خدنا المدرس وخدنا العطية الغالية جدا عند ربنا روحه. روحه خدنا روحه. قلت لكم قبل كده يمكن واحد فينا لما يدي ابنه هدية أكتر هدية يديها له إيه؟ يقول له مثلا أديك 10 مليون، هديك مثلا عمارتين، هتمشي وهيقع والفلوس هتخلص. لكن لما أديك روحي معناها عايزك تبقى زيي، عايزك تتمثل بيا، تتشبه بيا في القداسه والطهاره، تتشبه بيا بالخلود، عايزك تبقى خالد معايا حيث اكون انا يكون خادمي. جدع يلا. ربنا ادانا عضون الروح او خلق من الروح عشان ايه؟ نطلع في الاخر ايه؟ ولاد. عايزنا يمكن بقولها كتير اقولها مره ثانيه، ادانا الروح عشان هو روح. ازاي اتعامل مع الله الروح وانا لسه في الجسد؟ مش عارف. فعشان اتعامل مع الله الروح لازم نقول ورايا بقى، لازم ايه؟ نصلي بالروح. قول ورايا: نصلي، نتكلم مع ربنا بالروح، نسجد له بالروح، نفهمه بالروح، نقرب منه بالروح، نعيش السماء واحنا في الارض بالروح، كل حاجه بالروح. فهو ادانا عطيه غاليه قوي عشان هو روح، مش ممكن نفهمه. فادانا حاجه كل ما نقرب منه نفهمه ونعرف هو بقى يجذبنا بقى. ده الحبل السري بين الابن وابوه، الروح القدس. ربنا متعنا بالعربون الجميل ده والختم اللي خدناه: إن أمنتم قتلتم. إدانا قوة الإيمان، هو اللي إدانا، غرس فينا الإيمان. حتة جميلة أوي نسيت أقول عليها في تدرج الله مع البشر. يقولوا لما موسى آمن بربنا خد عربون، إيه العربون اللي خده؟ حد فاكر؟ شاف مد الله، شاف اصبع الله بتكتب على حجر. والرسل لما امنوا بربنا خدوا عربون اقوى بعد صعود المسيح والايام والسنين مرت زي يوحنا كده بعد 100 سنه كتب انجيله بالروح ليس بالحبر على ورق ولكن بالروح على ورق. ولو الانسان فينا قرب من ربنا تاب واعترف ومسك العطيه دي، ربنا بروحه ينقش كلمته على قلبه الحجر ده ويخليه حجر قلب لحمي، ينقش بروحه في اذهاننا الحياه والخلود والعطش والجوع. فعربون الروح ده المجد اللي خدناه. فموسى يقول اذا كان الناموس الحرفي خد مجد وكرامه عظيمه زي دي، فكان بالاولى مجد العهد الجديد. اذا كان ربنا عشان يكتب بس الوحي كلمته على حجر خلى موسى واجبه يجرؤ
يخش قدام الناس يستروا بالبرقع، يقرب من ربنا، يشيل البرقع، يزداد مجد وبهاء، يقف قدام الناس يخبي المجد. فكم وكم افضل مجد العهد الجديد، بس احنا مش قادرين نستفاد بالعجون ولا بالخدمة، فضيعنا الموهبة والعطية بتاعت ربنا. ربنا يدينا نحافظ ونفهم ونجري ونصارع ونسأل ونطلب. هو اللي قال كده، اطلبوا يعطي الروح يلزمنا ايه؟ اسألوني. فلما نفهم ونقرب نطلب، ولما نطلب هيدينا ولسيبنا. هو اللي عايز مش انا، هو اللي عايز الدين، بس مستنيني ايه؟ اطلب، مستنيني افهم، مستنيني اشتاق للدين على طول. ربنا يدينا لو مات